احنا دوما نحس عمرنا عائلة واحدة، أسرة متماسكة، متعاطفة مع بعض، مساندة لبعض، يحبوا بعض، قاعدين مع بعض نسولف ونتقشمر ونضحك. أكثر واحد غلمني من أولادي هذا الشخص. وين كنت أنا شوية شقي ومشاغب في الدراسة، بعدين I joined أدنوك أنشور في 2003 للتغلب على هالصعاب والتحديات. طفولتي كلها كانت في الرويس، كان عندي انتماء غير عن باقي الموظفين لشركة أدنوك، لأني أحس عشت فيها طفولتي كلها. أنا فخور فيها بغض النظر عن الشقية. كنا من يسمونا من المحاربين القدامى، زين، we were the pioneers، نحن كنا الرواد في أول مصفى في دولة الإمارات العربية المتحدة. كان افتتاح المصفى بوجود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فكنت دائما مرافقه في المصفى، فطالع شوف الشيخ زايد قد بيروح يعني، وهذه فرصة أسلم عليه قبل ما يروح، الركض ممنوع. قلت يفلشونه مش مهم، فوصلت سلمت عليه وقال بارك الله فيكم والبركة فيكم، يعني سمعنا كلمات منه رحمة الله عليه. أنا فقدت أمي من فترة، دولة الإمارات هي الأم، الدولة دولتنا والبلاد بلادنا، وقادتنا أعطونا الأمثلة في تعاملهم من بينهم من بين بعض، هم أخوان من بينهم.